مشاهدينا، وللحديث عن التطورات السياسية والواقع الاقتصادي في لبنان معنا من زيورخ الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ فرانكو عبد القادر. مساء الخير. أهلا بكم. تحرك احتجاجي للعسكريين والمتقاعدين اليوم أمام مصرف لبنان، ماذا يعني تصاعد الاحتجاجات ضد الواقع المعيشي في لبنان؟ بداية تحية لك مشاهدي الكرام. يعني يأتي هذا التحرك للعسكريين القدامى ضمن عدة تحركات قامت بها وستقوم بها مستقبلا أيضا تلك المجموعات التي تنتمي لقوى الأمن والتي خدمت مخدوميتها، أنهت مخدوميتها، وبالتالي هي الآن أصبحت تتلقى رواتب ومن الدولة اللبنانية رواتب التقاعد، ولكن هذه الرواتب لم تعد تكفيهم ولا حتى ليومين أو ثلاثة أيام لم تعد تكفي أو تفي بالغرض، لأن العملة وكما تفضلتم في تقريركم أن العملة اللبنانية قد فقدت من قيمتها يعني إلى حوالي الصفر، يعني 1500 ليرة كان يعادل دولار أمريكي، اليوم أصبح يعادل 110,000 الدولار الأمريكي الواحد، وبالتالي انعدمت تقريبا العملة اللبنانية، وبالتالي هذه التي تقوم بها القوى العسكرية المتقاعدة ستستمر وستتصاعد كما أعلن. هنا أيضا، لماذا فشلت حكومة ميقاتي باحتواء الانهيار الاقتصادي الحاصل وفشلت أيضا بالتفاهم مع البنك الدولي؟ يعني حكومة ميقاتي هي كمثيلاتها من الحكومات السابقة تمشي على هندسات مالية فاسدة. هذا الذي يحدث اليوم في الاقتصاد اللبناني وفي المجتمع اللبناني والحالة اللبنانية هو نتيجة تراكم هندسات مالية فاسدة تقوم بها السلطة الحاكمة، ومنهم طبعا حكومة ميقاتي ومن وظف هؤلاء الوزراء ليمثلونه في الحكومة وفي السلطة. للأسف حكومة ميقاتي كما قلت هي كحكومات لبنانية سابقة تقوم على العمل على فقط تخطي الوقت، وهي منتظرة شيء ما من الوضع العالمي، تغيير ما، وهي فقط موجودة لكي تمرر الوقت أو تهندس الانهيار. طيب. لأن الوضع في لبنان بالفعل هذه الحكومة لا تعرف كيف تخرج من هذه الهاوية التي أوصلت هذه الحكومة به اللبنانيين، هي والحكومات السابقة التي لا زالت الطبقة الحاكمة هي نفسها تؤلف تلك الحكومات، رغم الكلام الكبير عن اختلاف سياسي، ولكن الجميع، كل القوى السياسية المشاركة بالسلطة وغير المشاركة في السلطة تتقاسم الفساد في لبنان، وبالتالي ليس هناك من مخرج حاليا. طيب، في هذا الإطار وعلى المستوى السياسي، لماذا لا يتواصل الفرقاء السياسيون اليوم إلى حل في منتصف المسافة ومنتصف الطريق؟ يعني أيهما أولى، أيهما أهم، إنهاء الأزمة التي يعيشها لبنان أم الاستمرار في ظل هذا الانقسام الذي لا يؤدي إلى نتيجة في نهاية الطريق؟ أستاذ الكريم، رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون كان وقام قيل هو رئيس تسوية، حيث قامت القوى السياسية الحاكمة بتسوية وبالتالي التقوا في منتصف الطريق، ولكن عندما التقوا في منتصف الطريق على حساب اللبنانيين ماذا حدث؟ تدهور الوضع وأصبح الوضع كارثيا، والوضع مستمر أيضا في هذا، حتى واتفق السياسيين كل الفرقاء مع أنهم متفقون فيما بينهم على السلطة وعلى نهب البلاد، وحتى لو ظهروا في العالم أنهم متفقون واتفقوا على رئيس جمهورية يمثل الجميع لن يستطيع أن يقوم بأي شيء لإنهاض البلد وإنقاذ ما تبقى، لأنه في الأصل لم يبقى شيء. والدولة اللبنانية يعني تطلب من الدول العربية أو الأجنبية، ولكن بالتأكيد الدول العربية هي من تكون دائما مساعدة، تطلب منها مساعدات لكي ينهض لبنان، ولكن أكيد لن تأتي مساعدات إلى لبنان طالما هذه السلطة الموجودة
مستمرة في الحكم. طيب يعني لماذا لم يستطع أحد إلى غاية هذه اللحظة أن يوقف كرة الثلج التي تزداد حجماً يوم بعد آخر وينقذ لبنان قبل أن نصل إلى نقطة اللا عودة؟ يعني أستطيع أن أقول لك بأن لبنان اللبنانيون وصلوا إلى نقطة اللا عودة، إلى الانهيار الكبير، ولكن لم يعلموا بعد. الموضوع المهم، الشائكة الكبيرة، هي وجود حزب الله في لبنان. حزب الله يسيطر على كل الدولة اللبنانية، وهو يسيطر أيضا على المرافق الحيوية والحدود، ويقوم بتهريب كل البضاعة وكل ما يلزم من وإلى سوريا وإلى خارج لبنان. يعني هذا جزء من المشكلة الكبيرة، وبالطبع لا أحد يستطيع أن يمنع حزب الله من ذلك، لأنه القوة المهيمنة العسكرية الأقوى في لبنان، وبالتالي ليس هناك من حل في الأفق لإنقاذ ما تبقى. أصلا لم يبقى شيء، يعني الدولار أصبح ب 120 110 120 ألف دولار، ألف ليرة يساوي، فماذا نستطيع أن ننقذ؟ يعني الحد الأدنى للأجور في لبنان هو 40 دولارا أمريكيا، يعني دولار ونص، أقل من دولار ونص يقود اليوم. اللبناني يعني يوميا. يعني لبنان انتهى اقتصاديا ومعيشيا واجتماعيا، وحتى أن الجريمة قد تفاقمت في لبنان، السرقات والنهب والسطو للأسف، وليس من أحد يستطيع أن يمنعنا الآن الانهيار الكبير للأسف. طيب حتى يعني باريس، ورغم دخول ماكرون، فشل في احتواء الأزمة بعد تفجير مرفأ بيروت أو انفجار مرفأ بيروت، لم يستطيعوا أن يجدوا حل للبنان. ماكرون عندما أتى إلى لبنان أتى بعد انفجار مرفأ بيروت الكبير الذي هدم ثلث بيروت. جاء ماكرون إلى لبنان فقط ليحمي هذه السلطة الحاكمة، لأنه لديه مصالح قوية وجبارة وعملاقة مع إيران، وهو لا يريد أن يغير المعادلة السياسية في لبنان، وبالتالي هو جاء إلى لبنان ليحمي هذه السلطة من الشعب اللبناني الذي كان حينذاك في أوج ثورته، ويريد أن ينقض على السياسيين كلهم. ولكن جاء ماكرون وحضن ومثل على الشعب اللبناني أنه يريد من السلطة الحاكمة أن تؤلف حكومة تكنوقراط، أي متخصصين وبعيدة نهائيا عن الأحزاب والتيارات السياسية الحاكمة. ولكن ماذا حدث؟ ذهب ماكرون بعد أن قام بمسرحيته المكشوفة، وعادت الأمور كما هي، نبيه بري وحسن نصر الله وسعد الحريري والباقون، يعني وجبران باسيل طبعا، وهو ربما المكروه الأكبر للشعب اللبناني، كلهم عادوا إلى السلطة وكأنه شيء لم يكن. وبالتالي لا نستطيع أبدا أن نعول على ماكرون، بالعكس هو يريد أن تبقى تلك السلطة الحاكمة لأنها تقوم بما تقوم به اليوم، ولأنه لا يريد أن يغضب إيران، لأنه إبا مصالحه تقوم على البزنس مع العراق الذي تمون عليه إيران. وهناك عندما أتى إلى لبنان قام بصفقة حوالي 20 مليار دولار، صفقة غاز مع العراقيين، ولم تكن لو لم لا تحدث لتتحقق لولا أن ماكرون يقيم أفضل العلاقات مع إيران. هذه السلطة الحاكمة اليوم في لبنان، ألا تخشى في المقابل من غضبة الشعب اللبناني عندما يصل إلى مرحلة لا يجد ما يسد رمقه في اليوم الواحد؟ يعني أستطيع أقول لك، طالما أن وسترن يونيون موجود، أي أن التحويلات من المغتربين اللبنانيين، تحويلاتهم تصل إلى ذويهم وإلى أقاربهم في لبنان، لا تخاف هذه السلطة من أن يحدث أي شيء. ليس جميع اللبنانيين لديهم هذه الموارد والتحويلات. كل يعني معظم اللبنانيين، نحن نعلم أن لبنان معظم اللبنانيين يعني لديهم أقرباء في الاغتراب، في بلاد الاغتراب. عدد سكان لبنان حوالي 4.5 مليون أستاذ، ولكن في البرازيل يوجد 7 مليون لبناني فقط في البرازيل، يعني من أصل لبناني أو من اللبنانيين. اللبنانيون منتشرون في كل العالم، وهم يحولون ويرسلون الأموال إلى أهلهم في لبنان. هذه نقطة. والنقطة الأخرى أن سلاح حزب الله يحمي هذه السلطة. نحن رأينا كيف أن خرج من بيئة حزب الله كثيرون،
يقولون شيعة شيعة شيعة، وهاجموا الثوار، ولكن طبعا لم يقولوها بشكل طائفي، فقط استفزازي، وليس كل الشيعة طبعا، هذه مجموعة من الشيعة تابعة للسلطة الحاكمة التي تتألف أيضا من الثنائي الشيعي الذي هو حركة أمل وحزب الله. طبعا حزب الله وجماعة حزب الله يحمون هذه السلطة من الانهيار، حتى اليوم هم حموها، ولكن كما نعلم اليوم تغير المعادلة يعني في العالم، هناك وضع جديد سيأتي. حزب الله اليوم أصبح في أضعف أوقاته، وبالتالي نستطيع أن نتكهن أن هذه نعم. السلطة ستصبح قريبا بإذن الله. من زيورخ الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ فرانكو عبد القادر، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.